اصطدمت الشاحنة والمقطورة المحملتان بالكامل ببضائع مخصصة لمتجر كبير بالجليد ثم انقلبتا. وقع الحادث على الطريق E6 وهو الطريق الرئيسي الذي يربط شمال النرويج بجنوبها. يجب عليهما إبقاء الطريق مفتوحاً لأطول فترة ممكنة. عليهما أيضاً رفع الشاحنة من دون تفريغ الحمولة أو إتلافها. إنها عملية إنقاذ صعبة، لكن لدى روجر الحل. مهمة مناسبة للوسائد الهوائية. سنستخدم الأكياس الهوائية لنرفعها أولاً، ثم سنسحب بالأشرطة. وسنستخدم الوسائد الهوائية لأنها توفر كثيراً من الوقت وكثيراً من الجهد، وستبقى الأشياء في الداخل بحال جيد. يمكن لكل وسادة إنقاذ هوائية رفع 8 أطنان إلى ارتفاع يبلغ 2.5 متر. إنها تقلل من خطر إتلاف الشاحنة وحمولتها عن طريق توزيع الثقل. ويمكن أيضاً استخدامها على جانب الطريق، ما سيسمح لE6 بالبقاء مفتوحاً لفترة أطول. ستجري العملية على مرحلتين. أولاً، سيضعون 4 وسائد هوائية أسفل الشاحنة. سينفخ ضاغط الأكياس لرفع الشاحنة بزاوية تبلغ 30 درجة تقريباً. تتضمن المرحلة الثانية استخدام شاحنات القطر. ستوضع 1 في المنتصف لسحب شريطين قويين ملفوفين حول المقطورة لدعمها، وستمرر 2 سلكاً إلى مقدمة مقصورة الشاحنة. بعد ذلك سيسحبون الشاحنة ويقلبونها ويصوبون المقصورة، ثم سيسحبون الشاحنة التي تزن 50 طناً إلى الطريق. يقوم الفريق بالتحضيرات، يزيلون الثلوج لإفساح المجال للوسائد الهوائية. الأرض زلقة جداً هنا. نعم، لكنهما اكتشفا مشكلة. إنها تغرق أكثر. ما من ثلج في الأسفل. لا، لا يوجد سوى الجليد. بما أن الاحتكاك قليل، يمكن أن يكون الأمر خطيراً. يمكن أن تخرج الوسائد الهوائية. إذا انزلقت الوسادة الهوائية المضغوطة من أسفل الشاحنة، فقد تتوسع فجأة، ما قد يؤدي إلى إتلاف أي شيء تصطدم به. قررنا وضع بعض الحصى تحت الوسادة لزيادة الاحتكاك. ستغطي الحصى الجليد لتثبيت الوسادات في مكانها. 1، 2، و... نعم. أكثر قليلاً؟ نعم. أحسنت. الأكياس الأربعة مربوطة بضاغط، ولكل منها صمام تحكم خاص. بعد الفحوص النهائية أصبح الفريق جاهزاً للبدء. هذا غير جيد. بعكس ضاغط الهواء. عندما وضعنا الأكياس في مكانها وحاولنا تشغيل ضاغط الهواء، واجهنا بعض المشكلات في تشغيله. فقد مرت بضعة أشهر منذ أن استخدمناه، ولأنه يعاني من مشكلة فنية. كانت العدة موضوعة جانباً. إنها صدئة قليلاً، والطاقم أيضاً. ها هو زر تشغيل الخناق وإيقافه. نعم. هل تشغله والصمام مفتوح بالكامل؟ نعم، أستطيع ذلك. أغلقه قليلاً، ثم حاول. مهلاً، لحظة. توقف للحظات فقط. إذا لم ينجح هذا، فلدينا مشكلة كبيرة.